هنالك تحديات كثيرة تعرقل هذا القطاع. نبدأها بالذي أراد يوم الأيام أن يوقف هذا الاستثمار ويكون مردودها لشيء بعين، سواء كان يعني لمكان مقدس أو لعائلة أو لأي عمل خير. عندما قرر أن يوقف، هل وضعه برؤية استثمارية واضحة أم كانت مجرد عاطفة قادته لهذا الأمر؟ قرارهم بالوقف كان عاطفي، عاطفي من الناحية الاجتماعية أو عاطفي من الناحية الدينية، وبالتالي لم يكن منظم، وبالتالي تعطلت كثير من الأوقاف الدرية والأوقاف الخاصة بسبب قضايا الإرث والتركات، وأدى إلى وجود هذا التداخل والتباين ما بين كثير من القضايا. تعاقب الأجيال في أوقاف أوقفت من 50 و70 و100 سنة وأكثر، شيوع ما يعرف بفكر الحكر، وهو أن أنا أعطيك الأرض وأنت تبني وبعدين نتقاسم الريع. اختلاف الحالة الاقتصادية، يعني اللي كان يعطي الواحد الأرض الحكر والأرض ويأجره هي ب10 ريال كان قرار حكيم منذ 100 عام لمصلحة العائلة والذرية. إنما الآن تتخيل أنت أنه أنت محكر وتملك هذا البرج وتستثمر منه، وصاحب الأرض اللي حكرك ما يملك 10 ريال يمكن، يعني هذا من علية القوم اقتصاديا، وهذا يتسول وهو يملك هذه الأموال، وتدفع أو لا تدفع هذا أمر آخر. وبعضهم كان من تعرف مكة والمدينة، معظم من أتاها كانوا من الحجاج والمسلمين اللي أرادوا أن يقيموا في أراضي الحرمين عبر عقود في حكورات وأمور تاريخها إلى 200 و300 و400 سنة.